من رحم أول معتقلة سياسية أردنية وفي زنازن الظلم والإضطهاد أنجبته بندر، وعلى يد الخالة مشخص سجل التاريخ الأردني بطلا سجن قبل مولده، ولأن من اسمه نصيب ولد حابس. ولد حابس المجالي عام 1910 في زمن الهية. الكرك كانت في حالة استثارة حقيقية ضد الحكم التركي، والأمر اللافت للانتباه أنه لم يولد في أسرة عادية، إنما أسرة استثنائية. حتى والدته جاءت به، ولد في سجن معان، لأنه السلطة العثمانية لم تستثني لا النساء ولا الأطفال ولا الرجال من المباغتة والملاحقة. وكانت كان المجالية قد تركوا قراهم ولجأ بعضهم إلى المغر، فوالدته تم القبض عليها مع الشخصية الكبيرة خالته مشخص التي نعرفها جميعا. لذلك أطلق عليه الاسم من خلال الحبس فسمي حابس. فحابس ولد صعبا وعاش صعبا وشكل رقما صعبا في حياته. عشق ذلك الفتى الكركي الأرض ووضعها بين الأهداب والعيون العطشة، عرف أنه منها وإليها، أخلص لها وأخذ على عاتقه أن يحصد من ترابها قمحا طاهرا. في قلبه هم فوق هم، لا يمر من أرضك إلا من حمل الذكريات والوطن. اللي بيشوفه المرة الأولى أو للوهلة الأولى ويعتقد أنه أمام شخصية بسيطة وشخصية لا تبحث في بواطن الأمور، حابس المجالي شخصية مركبة بالمعنى، مش معنى العلم النفس، شخصية مركبة بمعنى متعددة الاهتمامات. بين الحجارة والطين المتشبع بعبق الكرك ترعرع أبو الشومات جارا للقلعة. كلما رفع عينيه إلى السماء عانق بصره أسوارها العتيدة العنيدة التي كلما مر أحد أمام ربوعها عنوة كان يقرأ على نفسه والمارين معه إذا زلزلت. كان لحابس في شخصيته مجموعة عناصر كونت شخصيته، الاجتماعية والعسكرية والسياسية والبدوية، لأنه عاش في منظومة اجتماعية مختلفة. بشق الأنفس ورغم قسوة الحياة أبى حابس الأردني إلا أن ينهض بعلمه ويتقن أبجديات المجد في ربوع الكرك في مدرستها التي مضى من عمرها عمر أجدادنا العتاقة، وليعد العدة عبر رحلة قاسية الظروف مليئة بالأمل، مرورا بمحطة القطرانة التي شهدت سككها على أحلامه التي حملته إلى محبرة الأردن الأولى مدرسة السلط، حيث الموطن الحقيقي للنقش على الحجر. هات القلم واكتب من القاف، واكتب من مغاميك معناها، على غزال معيني شاف، شيخ العرب ذاك جداها، ابو عيون خضر ولطاف، ذوب العسل ذقت من فاها، وبلعون حاب اسمه خواف، لا مرديرة شرب ماها. كما الجيش والارض أحب حابس الشعر والنظم، عشق الاستثناء لأنه استثنائي، وأخذ من قلبه مساحة تجاوزت حدود الأحاسيس المرهفة من عبق تراويذ العجائز
التي استباح الشيب والتجاعيد ملامحهن العربية. لا تتناقض الشخصية العسكرية الحازمة القوية مع رقة الإحساس ومع ما قرأته له من غزل. هذا يدل على أنه مؤكد أنه من كانوا قريبين منه، أنا مع الأسف لم ألتقيه، لم أتعرف إليه، لكن الصورة للرجل العسكري وفي نفس الوقت العسكري الرقيق القلب الذي يتغزل ويكتب شعر جميل في النساء يؤشر على روح طيبة في شخصيته. كيف هو كفارس كشاعر، كلماته البدوية، السجية البدوية تاعته كيف كان يحكيها واللي ما كان يتقنها ولا حدا، فبحكي كيف يعني كل هالصفات هاي، كيف قادر هالإنسان هاد يجمع كل هالشخصية، يعني عبارة إنسان وفيها الشخصيات هاد، شخصية إنه العسكري الفارس البطل وشخصية العاشق الحنون، يعني أسطورة، عبارة عن أسطورة. كان رجلا من طراز فريد، كان جبلا شامخا، كانت دائما معنوياته عالية، روحه مرحة، يترفع عن الصغار، ينطبق عليه قول المتنبي، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم، وهو كان من هذا النوع من الرجال. انتبه، كتفا سلاح، ترانيم بقي يرددها في ميادين العسكر والجيش، حيث تعلم كيف تكون الزنود السمراء جبهة وضاءة بالكرامة. زمن حابس المجالي الجديد كان له خصوصيته. لماذا؟ لأنه الدولة الجديدة التي بدأت تتشكل أساساً في منطقة شرق الأردن وتطبق فكر الثورة العربية الكبرى. لنا أن نتصور كيف ستكون مشاعر شباب هذه الفترة، ستكون إحساسهم بالمواطنة، بالاعتزاز بالفروسية. في يوم من الأيام بعد ما انسحبوا الإنجليز طلعنا وين؟ عنابلس، وانقاد السرية بيقول محمود موسى بيقول يا جماعة هاي حابس المجالي جاي بده يأخذ جنود مشكل كتيبة في المفرق. بعدين وانهم بيقولوا حضروا امتعتكم بدكم تقطعوا على فلسطين حرب. فبعد ما وصلنا انا قالوا حفروا خناتك، احنا قطعنا الطريق اللي بتقطع الساحل عن القدس اسمها باب الواد الاطرون، شنوا علينا هجوم وهجوم على كل السرايا. فرب العالمين غيب سعدهم، قتلوا منا حوالي 6 وقتلنا منهم 185. بعد المعركة هاي صارت معركة حضرهم ليها، قال إنه إحنا بدنا نحضر لكل جندي، هم 1000 بدنا نحضر 2000، فحضروا 2000 بس الله غيب سعدهم وهجموا على جبل واحد، نسوا الجبال هذيك اللي الثانية اللي عليها السرايا، هجموا على السرية الثالثة قائدها كامل عبد القادر وفاتوا بالخنادق. فلما فاتوا بالخنادق انسحب كامل عبد القادر، انقتل عنده 10 ليلتها وانسحب.
بقول له حابس، بقول له كيف انسحبت وانت هاي جنودك كلهم موجودين؟ قال لا انقتل عندي، بس شاتوا علينا بالخنادق وايش ضلينا حيلي. قالوا بدنا نعمل التفاف عليهم محل ما هجموا، رحنا هجمنا عليهم. لما اقبلنا عليهم ظلينا نستنى اذان الشيخ العجلوني يأذن فجر، لما قال الله اكبر سرق حابس عليهم، بتذكرها والله لليوم في ذري، عليهم واحنا تقدمنا وقتها ما حدا بدري عن الثاني. معركة وصايري سلاح ابيض اللي معاه عتاد يطخ، معركة. لما طلع النهار وحصلنا قتلان رايح منا العشرة اللي هذا واثنين من الثانيين، وهم مقتول منهم 285. أنا زرت فلسطين مؤخرا، ما أتيح إلي أروح أزور موقع معركة. مضيفي أحد الإخوان من الأردن دكتور أكرم عبد اللطيف قال لي المشوار القادم سوف أريك الدبابات الإسرائيلية اللي بعدها مركوني في نفس الموقع تاركينها الإسرائيليين شاهد على معركة باب الواد. هذه الدبابات أعطبت بقيادة القائد حفص المجالي. تعلم أن يعطي الخنادق والبنادق ويفديها بالمهج والأرواح، فالجيش وأبناؤه لا يقبلون القسمة إلا على واحد، فالله واحد والوطن واحد والحب واحد والألم واحد. إجا أخباري للكثير من هالمخبرين إنه الهجوم عليكم المرة هاي لازم يكون كل أربعة عسكر بدي لو واحد، كل أربعة يهود لو واحد، بدهم يفتحوا الطريق. هاي صار اللي صار هالناس. بعدين يجي حابس رحمة الله عليه قال بدنا نحط اثنين انتحاري في الوادي بيننا وبين اليهود حتى يخبرونا متى اليهود بيجوا ونكون استعداد أحسن. فكان نصيبي أنا وواحد اسمه سعود عبد القادر، واحد من ذاني ما بسمع فيها، بسمع في ذن وحدي. فطحنا على الوادي قال روحوا للأركان تخذوا التعليمات. رحنا للأركان حكالنا التعليمات وين تروح وين تجي كيف ترمي الطلقة كيف، وودعنا وداع الله أعلم هسه بقدر هالوداع اللي ودعنا إياه وداع الميت، لأنه كنا كل ما نمشي شوي يقول ارجع بهوسكو ارجع الله يرحمه رحمة الله عليه. فطحنا على الخندق، الخندق محفور حرف ال. فساعة واحدة تقريبا أو يعني هيك ما في ساعات، سمعت حركة أنا، فقلت لا ما بدي أتأكد 100% ليروح يقولوا عني جبان غير أشوف إنهم فعلا يهود. يوم صاروا نطوا عن هذا تأكدت إنهم يهود، طلعت طلقة وكنت غلطان، حاط الخضرة بدل الحمراء، بس تحذرت الكتيبة وهم بلشوا في نطخ قالوا وصلنا خلص هاي المعركة بدت. الكتيبة كانت مجهزة الصبح لما طلع وصار في ناس للعد يعدوا الكتلة وعدوا كتلانا، احنا من عندنا كتلة اللي بتذكرهم والله ما انا متذكر بين العشرة وبين 12، بس اليهود مقتول منهم 800. لقينا واحد في جنب لهي مغارة ولو شيء جنب طور هيك ومكسورة ايده وحاط عليها رباط من عنده، قال بدي اشوف حابس. حابس قلنا خلنا نوديه لحابس، اخذناه وديناه لحابس. حابس مسافة لما وصلنا قال شو هذا تنترك هذا اللي جايبين، وانه بيعرف عربي احسن منا. قال انا حاربت في العالمين وحاربت مع متقمري وحاربت بعدد معارك، انا مو جبان بس انا بدي اسالك سؤال واحد يا حابس. قال له نعم اسال. قال هالخيل البيض ولابسين ابيض وعخيل ابيض ومعاه ما معاه بارودي معاه سيف وما بترمي عليه ما بموت، وين دربتهم هذول؟ فحابس استغرب امره قال له عقلك بخض من المعركه. مريدنا هدنه يا كلوب، خل البواريد رجاده بيوم قيض بحر الشوب والنار بالجو وقاده، صهيوني حسب لنا محسوب إنه على الموت والرادة، صهيون اترك لنا المسلوب وابعد عن القدس وبلاد.
شجاعته كانت معروفة ومشهورة، وأداؤه في الأطرون وفي باب الواد وفي الدفاع عن القدس ومواقفه شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، وكانت معارك مشرفة، واستمر نفس الموقف بنفس الشجاعة بنفس الولاء المطلق لجلالة قائده الأعلى. لك منا يا مولاي في هذا اليوم المبارك عصا المارشالية تحمل شعاراتنا وأسماء المعارك التي خذناها بقيادتك الشجاعة في سبيل الله ومن أجل فلسطين الحبيبة، مؤمنين أعظم الإيمان بقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عينت على رأس جيشي الجنرال حابس المجالي الذي كان صديقا قديما يتمتع بثقة المطلقة، الحسين بن طلال من كتاب مهنتي كامل. هو عسكري ولذلك مطلوب في أي مكان وزمان، يعني حتى لو انتهى دوره لنقل في عمله القيادي، لكن لا ينتهي دوره كمواطن ولا ينتهي ولا تنتهي الحاجة إليه. هذا مؤشر على وعي المغفور له أيضا الملك الحسين بن طلال. الملك كان يعرف من هم رجالاته الذين يعتمد عليهم. أستذكر مع أخواني شهدائنا وأبطالنا، وأتذكر شخصيا ومعي أخي أبو سطام قسم من أخواني، كيف كانت قاسية هذيك الأيام، كيف كانت قاسية. حابس المجالي الجندي العسكري ورجل الدولة الذي تدرج في الرتب العسكرية والإدارية وخدم فيها الوطن، فكان أول ضابط عربي يدخل صفوف الجيش برتبة مرشح، كان يحمل الرقم 47 في عام 1932، ضابط في الجيش العربي ومساعد شخصي للملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، خدم في سلاح الفرسان وقوة الشرطة والدرك، شارك في تأسيس الجيش وتطويره عام 1947، أسس الكتيبة الرابعة عام 1947 ليكون أول قائد كتيبة عربي شاركت في حرب فلسطين، شغل منصب مساعد مدير الأمن للعام 1949، شغل منصب رئيس لأركان حرب الجيش العربي في عام 1958، أحيل إلى التقاعد عام 1967 وعين بعدها بمنصب وزير للدفاع، شغل منصب قائد عام للقوات المسلحة عام 1970، وهو أول ضابط أردني يحمل رتبة مشير، شارك عضوا في مجلس الأعيان لعدد من الدورات، تقلد العديد من الأوسمة الأردنية والعربية والدولية. أبو سطام مارس العمل الوطني على طريقته، لم يكن يؤمن في الأحزاب. أبو سطام يعتقد أن الدولة الأردنية قوية عندما تكون قيادتها قوية وجديرة، رجالاتها قوية وجديرة ونظيفة، وأن تكون في مؤسسات. أنا بعتقد أنه مارس الوطنية من منظار أو من نافذة أخرى غير نافذة الأحزاب، ولم يكن يقتنع بالأحزاب. اختار حابس أن يكون شقيق الجميع، يشاركهم في الضراء قبل السراء. بوصلته الجغرافية الوطنية قررت أن تكون إربد جنوبا والكرك شمالا، فلا فرق ما دامت عمان وسطا، أما تجمعنا على طاولة عطفها ذات شوق. حابس المجالي وصل إلى ما وصل إليه، ظل حابس ابن رفيفان المجالي الكركي البسيط المحب بكل بساطة للأردن بدون تعقيد،
المحب لفلسطين بالفعل. علاقة جدي مع أصدقائه كانت علاقة مميزة، طبعا كان يجتمع فيهم أصدقائه اللي بعمان الصبح بعد الفطور، يروح لازم يطلع نادي الملك حسين يلعبوا شدة وينبسطوا ويرجع لهم بعد الظهر، يعني يرجع يتغدى يرتاح له شوي ياخذ له استراحة، بعدين يرجع من الساعة 4 للساعة 8 بالليل، هذا دائما برنامجه. أبو سطام رحمة الله عليه خريج ما يمكن أن يسمى بالمدرسة العسكرية، خريج قواتنا المسلحة، وهي مصنع الرجال الرجال، ويضاف إلى ذلك أنه كان خريج المدرسة الهاشمية بقيمها الشريفة، وكانت تربطه علاقة خاصة ومميزة مع جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه، وكان دائما جلالة الملك رحمه الله يعتبر أن لأبي سطام مكانة خاصة في قلبه، كانت العلاقة بينهم أكثر من علاقة رئيس ومرؤوس أو قائد أعلى ومسؤول قوة مسلحة، أو كما عندما عملنا سوية في الديوان الملكي وكان هو كبير المرافقين العسكريين. عاش حابس المجال للأرض وقدم روحه فداء للوطن، ولم يتوانى للحظة أن يكون جنديا أمينا للأردن وقيادته الهاشمية منذ تأسيس الدولة حتى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. حمامتي حبيبتي يوم الوغى خيالها، عطية من سيدي نعم العطا هدايها، شجرة ذهوب ترجدي شفت السبق بوصافها، يا عنقها يحاك الجدي سبحان حظ جابها، ما يعتلي سر جاردي ما دمتنا خيالها، يالله تنصر سيدي ركن العرب وسياجها. بالنسبة لأغراضه الخاصة دائما النظارات اللي بيستخدمها هي لازم دائما تكون موجودة على الطاولة وممنوع حدا يمسكها، الدفتر تاعه بكتب المذكرات والقلم لازم دائما يكونوا موجودين، ودفتر التليفونات. دلالك التي كانت عامرة بحضرة وجودك، فناجينك لن تهتز من بعدك، فناجينك لم تبخل يوما على ضيف أو دخيل لأنها كانت مشروبة، مهباشك وبساطك، كرسيك وعكازك، أشياؤك كلها تتجرع طعم الفقد. صندوقك البريدي ما عاد يستقبل رسائلك، أوقات الفرح تنتظرك، وأحجار نرد طاولتك التي رمتها أصابع وصفي ما زالت هامدة في خانة اليك. آخر زيارة إلي لأبو سطام قبل ما يتوفى في أسبوع في المدينة الطبية، مسكت يده وقال ما شاء الله عليك عمي العزيز الصحة ممتازة إلى آخره، قال لي سمير ديروا بالكوا على الأردن. كلمته دائما بوصيكم على تراب الأردن لساتها بذهننا. Mm-hmm.
أظن أنه تمتع في حياته، والآن أتى الزمن الذي نحتفي به نحن كأبناء وطن. في الساعات الأخيرة من حياته كنت قريبا منه، شعرت بأن البلد خسرت رجل من رجالها الكبار، وأنا شخصيا خسرت رجل كان بالنسبة لي له مكانة خاصة، وكان نفس الشعور الذي شعرته عندما فقدته رحمة الله عليهم، إن كان والدي أو والدتي أو أعمامي. وفاة أبو سطام تماهت مشاعر الأردنيين تماما، مشاعرهم تماهت بجلال الحدث اللي هو رحيل أبو سطام. رجل قدم وأعطى وضحى، ولأنه هيك ولأنه صفاته الحمد لله إنه التضحية والوفاء والعزة النفس والكرامة، لهلأ الناس قاعدين عم بيحكوا عنه وعم بترحموا عليه، وهذا أكبر وسام بحطه على صدري. زلمة شجاع وأمين ومخلص لوطنه، وغير هيك ما بيقول. حابس يا زلمة، لما أنت تغير اسم كتيبة لكتيبة رابعة، هاي ما بضحك. الله يرحمه. أنا أتكلم باسم الكرك، وأتكلم باسم الجميع، وباسم الأردن الحبيب اللي أدينا كل واجبنا في خدمته من آباء ومن أجداد. يا شقيق التراب، يا توأم الوطن، أخبرنا بربك، هل اشتقت إلى رائحة الجيسوم وعبق الشيح؟ حابس، أرقد بقبرك مطمئن البال قرير العين، فما زال وجع الأرض يفتقدك لأنك منها. دموع النساء لم تجف بعد يا حابس، والغصة هي ذاتها تتردد يوميا. آه يا بندر، لو كان بإمكاننا أن نستحضر رحمك، علّه يمنحنا حابسا مرة أخرى. Thank you.